حنحكي اليوم عن شيء اسمه الجي بي يو اللي هو هيدا الجهاز. وقبل ما انسى جي بي يو معناتها جراوند باور يونت. هيدا الجهاز هو مولد كهرباء خارجي وصل بالطائرة هون. الهدف منه انه يوفر الوقود لما نكون نحن على الارض وكمان يخفف الضجة، لانه نحن لما نكون عاطة موجودين على الارض نستعمل شيء اسمه الاي بي يو. الاي بي يو هو عبارة عن مولد الكهرباء اللي موجود جوات الطائرة، بيستعمل وقود من الطائرة بيولد كهرباء وكمان بكيف الطائرة، كمان بنفس الوقت بيطلع صوت كتير عالي برا. فبسبب التلوث السمعي على الارجح هي كل المضبوطة انه النويز بوليوشن لازم نطفي الاي بي يو على الارض، فمن شكل جراوند باور يونت اللي شفتوه تحت بمطار مثل جنيفا. اذا ما منطفي الاي بي يو بناكل غرامه ماليه، فمش مسح القصه. ببين نحن عندنا هون على الكمبيوتر انه الاكسترنال باور للجي بي يو موصول على شبكه الكهرباء. هيدا جنريتر 2 هو المولد كهرباء جاي من محرك رقم 2، وهيدا جنريتر 1 مولد كهرباء جاي من محرك رقم 1، وهون بيكون عادة الاي بي يو. فعلى كل حال انا طبعا مراكس وبشوفكم حلقة الجاي.